تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الرب الملك القدير، أيها الرب الإله يسوع المسيح الذي لأجل محبته صار إنسانا ومن خلال ضعفنا البشري الذي عاشه أعطانا الحياة بموته وقيامته، أشكرك يا رب لأنك بعنايتك الإلهي المحبة للبشر، كل البشر، أهلتني وأهلتنا نحن الخطأ غير المستحقين لهذه النعمة أن ننهض من النوم ونحظى بدخول بيتك المقدس لنسير سيرة روحية نحو فرحك السماوي. اقبل يا رب هذه الصلوات، اقبل تضرعنا نحن أيضا كما تقبلها من القوات السماوية الحاضرة لديك في السماء، وارتضي أن نقدم لك نحن جميعا بقلب طاهر وروح متواضع هذه التسبيح وهذا الشكر، لكي نصير نحن أيضا شركاء تلابيذك في إعلان البشارة في كل يوم من أيام حياتنا. نمجدك أيها الإله الكلمة المتمجد مع الآب والروح القدس، هذا الروح الذي أعطيتنا إياه لكي نسلك بحسبه ونتعلم منه كيف نكون لك شهود ولمحبتك الإلهي. أنت الإله المبارك والممجد إلى أبد الدهور. آمين.